أسماء؟ نعم سلطانة. شو هاد؟ شو اللي عم بصير؟ عفيفة خانم اجت اليوم على القصر وعم بتعاقب كوثر وفاطمي لأنه مدوا إيديهن على بعض. تعرفي يا عفيفة خانم؟ كان بدهن إياها من زمان، لأنه هدول التنتين قرفوني حياتي. والله العظيم أنت قدها. غرفتي جاهزة يا سنبول. أو طبعاً. هلأ أمرتهم ينقلوا كل أغراضك عليها يا عفيفة خانم. خلاص هيك بكفيهم. من هلأ ورايح لازم تحطوا عقلكم براسكم، وإلا هي الفلقة ما بتوفر حدا فيكم. الكل بده يلتزم بنظام الحرملك. مولاتي السلطانة. لكن أنت هي عفيفة خانم؟ مولاي السلطان حكالي كتير عنك وأخيرا تعرفنا عليكي. شكرا إلك سلطانة، إلي الشرف شوفك. أنا كنت حابة كتير إجي زورك قبل ما أبدأ وظيفتي، بس للأسف اضطريت إني حل مشكلة بالحرم لك قبل ما أجي لعندك. مو مشكلة. هلأ المهم إنك إجيتي وشرفتي الحرم لك. شلون كان الطريق؟ والله كان كتير متعب يا سلطانة، لأنه أنا ما بطلع من قصر ترابزون ومو متعودة على السفر. اليوم فيكي ترتاحي، قلت لهم يجهزوا لك غرفة خاصة، وإذا احتجتي لشي معين فوراً اطلبي. الله يديمك ويخليك يا سلطانة. عفيفة خانم، الله أعلم شو حكوا لك عني لما إجيتي. أكيد قالوا لك إنه أنا مرة مو كويسة. أنا مستحيل أسمع لهيك سخافات يا سلطانة. يلي مولاي بحبها ومتعلق فيها أنا بحطها تاج على راسي. منيح، فيكي تمشي. نازلي. مولاتي السلطانة، السلطانة خديجة بعتت لنا هالمرة هدية، ونحن ما بصير نترك الهدية بدون مقابل. روحي قولي له لبرجم آغا خليه يحل مشكلة فريال فوراً. مثل ما بدك مولاتي السلطانة.